33 مليار دينار قيمة الغلاف المالي الذي سيخصص لإنجاز 120 ألف وحدة سكنية لصيغة عدل 2، اتفاقية أبرمتها وزارة السكن والمالية قصد إتمام المشروع وتسليمه للمكتتبين في آجاله المحددة من خلال اعتماد وكالة عدل استراتيجية التنسيق مع الولاة لاختيار الأوعية العقارية المناسبة. اليوم الحمد لله أننا رغم الصعوبات المالية التي تعرفها الدولة، إلا أن البرامج السكنية كما تعرفون هي تعتبر من أولويات حرصا من توصيات فخامة الجمهورية، ولهذا اليوم إن شاء الله نحضر أنفسنا للانطلاق في العملية في 2018، وستسمح لنا تحضير الدراسات واختيار الأراضي كلها راهي محضرة بتنسيق مع الولايات، لأن البرنامج هذا 120 ألف وحدة سكنية هو موزع عبر الولايات حسب طلب وحسب قرارات الدفع لزوبي. إذن اليوم هذا انطلاقة جيدة بالنسبة لهذا 120 ألف وحدة سكنية اللي تسمح لنا أننا 2018 ننطلق في المشاريع بصفة منتظمة وتفاديا للتأخير. هذا ما يمنعناش أننا نقول سنؤكد وسنزيد من مجهود تاعنا لكل البرامج الأخرى اللي نتكلم على عدل. انطلاقة جديدة، هكذا وصفها عبد الرحمن راوية وزير المالية، معتبرا أن إبرام اتفاقيات مماثلة تعد بمثابة دعم للبرنامج الاستراتيجي التي من شأنها أن تعود بالفائدة على المواطن. هذا نمط من أنماط السكنية اللي توفرها الدولة، تدخل هذه الاتفاقية هذه بعد الإمضاء على 3 اتفاقيات كانت بنسبة 300 ألف سكن، وهذه عندنا يعني زيادة في 120 ألف تدخل في 2018 إن شاء الله. الغلاف المالي لهذا 120 ألف سكن حوالي دور 330 مليار دينار جزائري، تخص إلا يعني الاقتناء والسكن، ومن خليك من كل المجهودات الأخرى اللي عندها يعني أثر مالي بالنسبة لفيردي لتودنتيري اللي يكون راهي يعني تكون تمسك بها ميزانية الدولة. بهذا الغلاف المالي المعتبر قد تتمكن وكالة تحسين السكن وتطويره من طي ملف عدل 2 قبل 2019، وتزيل بذلك المخاوف التي تنتاب المكتتبين حول تكرار سيناريو عدل 1.